أنا أجلس بالعيادة ويأتيني مرضى بأمراض الكلية ويسألوني: يا دكتور طمنا، إن شاء الله الأمور كلها كويسة، وإن شاء الله كيف أمور الكلية؟ وأنا أرجو من الله أن يتعلموا هذه الأسئلة الخمسة التي هي الأسئلة المهمة التي أنا أحب كطبيب كلية أن أسأل هذه الأسئلة، حتى أشرح للمرضى الوضع الدقيق الذي يوصف وضع الكلية وقصور الكلية المزمن. والسؤال الأول الذي أريد أنت كمريض أن تسألني هذا السؤال: أنا الدكتور أحمد أسامة الرفاعي، أخصائي بأمراض الكلية وأمراض غسيل الكلية من ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال الأول الذي أريده أن تطرحه علي هو: يا دكتور، ما هو مستوى الكرياتينين في دمي؟ وما هو معدل الترشيح الكبيبي أو نسبة وظيفة الكلية؟ كل ما ارتفع مستوى الكرياتينين في الدم، كل ما هذا يؤدي إلى الدليل أن هناك تدهور لا سمح الله في وظائف الكلية، وكل ما نقصت نسبة وظائف الكلية هذا دليل على التدهور. كيف تحسب وظائف الكلية؟ الطريقة هي الرابط موجود في الأسفل، وانقر على الرابط وتعرف نسبة وظائف الكلية. طالما عرفت نسبة وظائف الكلية، أريدك أن تسألني السؤال الثاني: دكتور، في أي مرحلة من مراحل قصور الكلية أنا فيها؟ وهل وضعي جيد مستقر؟ الرابط في البايو يعطيك رابط إلى مراحل قصور الكلية المزمن، من المرحلة الأولى للمرحلة الخامسة. المرحلة الأولى هي أول المراحل، المرحلة الخامسة هي أسوأ المراحل، وهي ما قبل الغسيل أو الديال. فيجب أن تعرف أولاً في أي مرحلة أنت موجود من وظائف الكلية، والسؤال الثاني يجب أن تعرف الكرياتينين، والسؤال الثالث الذي يطرح نفسه: ما هو مستوى البروتين في البول؟ مستوى البروتين في البول لي كطبيب كلية هو عبارة عن علامة على الأذية الوعائية داخل الكلية، وهي عبارة عن أيضا خطر على القلب وعلى الشرايين، وهي بالنسبة لي نسبة النجاح في العلاج. فإذا أنا مع الزمن استطعت أن أنقص مستوى البروتين في البول، فمعناته أنا ناجح في حماية الكلية. وطالما سألت هذه الأسئلة الثلاثة، السؤال الذي يطرح نفسه المنطقي في الوقت الحاضر هو: يا دكتور، كيف كانت تحاليلي من 3 أشهر؟ كيف كانت تحاليلي من 6 أشهر؟ وكيف هي الآن؟ فإذا كانت تحاليلي من 3 أشهر أو 6 أشهر مثل ما هي الآن، فأنا في حالة مستقرة. إذا كانت أحسن، يا دكتور الحمد لله والله يعطيك العافية. ولكن إذا كانت أسوأ، فمعناته أنت وظائف الكلية في حالة تدهور مستمر، ويجب العمل على الأخذ هذا الموضوع بشكل جدي. آخر شيء، وهو السؤال الذي تطرحه للدكتور وتنظر في عينيه: يا دكتور، هل أنا على مجموعة الأدوية التي تساعد على الوقاية والحفاظ وإيقاف تدهور الكلية؟ وهي مجموعة 3 من الأدوية. المجموعة الأولى هي مجموعة الحاصرات الأيس أو الأيس إنهيبيترز وأخواتها، والمجموعة الثانية هي مجموعة الفلوزنز، وهي مجموعة من الأدوية الجديدة ويجب استعمالها في الحماية من القصور الكلية المزمن، والمجموعة الثالثة ربما الستاتينز الذي هي تحافظ على الصحة الوعائية وخاصة الصحة الوعائية داخل الكلية. أرجو من الله أن تكون هذه الأسئلة التي سألتها أنت لطبيبك تساعدك على فهم موقعك في وظائف الكلية والقصور الكلية، وتعطيك فكرة عن ما تتوقعه في المستقبل. أنا الدكتور أحمد أسامة الرفاعي، أخصائي بأمراض الكلية وأمراض غسيل الكلية من ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.